فصل الربيع فصل تتفتح فيه الورود والأزهار، وترتدي الطبيعة حللها الخضراء 3 شهور. كذلك الأمر في عالم الأرواح، فربيعها 3 شهور أيضاً، أشهر مباركة في غاية الفضل، رجب وشعبان ورمضان، تمتاز بكثرة العبادة والذكر، لأن الناس دعوا فيها إلى الضيافة خصوصاً في شهر رمضان. فالمائدة فيه مفتوحة والشياطين فيه مغلولة، ولهذا ضيافته ضيافة متميزة. فهذا النفس الذي نستنشقه والذي لا قيمة له، والذي يدخل فيخرج غازاً ساماً، وإذا به يتحول إلى تسبيح، أنفاسكم فيه تسبيح، والنوم وهو الموت الأصغر يتحول إلى عبادة، عبادة مقبولة أيضاً، ونومكم فيه عبادة، والتسبيح فيه بأضعاف مضاعفة، فسبحانه من إله لا يعتدي على أهل مملكته، وسبحانه من إله لا يؤاخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الحنان المنان، سبحان الرؤوف الرحيم. بسم الله نبدأ برنامجنا تسبيح. يا سامعين ذكر النبي على المصطفى وآل النبي صلوا، يا سامعين ذكر النبي على المصطفى وآل النبي صلوا. لولا النبي وصهر الوصي ما صام البشر ولا صلوا، لولا النبي وصهر الوصي ما صام البشر ولا صلوا. روحي في دار الرسول والزهرة واثنعش كوكب بالسماء هلوا، واثنعش كوكب بالسماء هلوا. قم اصحى يا نايم وحد الدايم، صلي على المحمود والصاحب الموعود، الفجر على الأبواب يا صاحب الزمان، إلو طل بعد غياب، الغيمة رح تنزاح وتطلع شمس يا صاح، حضر ليوم جديد وزين ليوم العيد، حضر ليوم جديد زين ليوم العيد، حضر ليوم جديد وزين ليوم العيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بود وعطر الورد نلتقيكم في تسبيح من قناتكم
قناة كربلاء الفضائية. يسرني مشاهدينا الأفاضل أن ألتقي بكم في حلقة جديدة على سحور جديد وفي لقاء جديد من هذا البرنامج الذي سنكون فيه معكم طيلة ليالي شهر رمضان المبارك، وهذا توفيق لي ولزميلي الأستاذ علي السوداني، حيث سيكون معي في مختلف فقرات هذا البرنامج. فيا أهلا ويا مرحبا بكم من جديد. شهر نصرة اليتيم، فليكن هذا هو شهرنا. جميل جدا، من أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه. ومسألة اليتم تتعلق فيها أو يشترك معها مجموعة وتشترك معها مجموعة من المفاهيم. أولا، نحن كلنا أيتام آل محمد، نشعر بفقد إمام زماننا ونشعر بغيبته، هذا من جانب. نشعر بألم شهادة النبي صلى الله عليه وآله وشهادة الصديقة الشهيدة الزهراء سلام الله عليها ولعائن الله على ظالميها، نشعر بفقد أمير المؤمنين بشهادته سلام. وكذلك نستشعر كل شهادات الأمة، هذا من جانب. الجانب الآخر، مسألة العون لليتيم لابد أن تكون كما يريد الله تبارك وتعالى، يعني لا نشعره أنه كائن ناقص في المجتمع. شاء الله أن يكون بلا أب، شاء الله أن يكون بلا أم، شاء الله أن يكون بلا أب ولا أم. بين كلامك أستاذ علي، يعني نحن خصوصا هاي الأيام اللي نشهد فيها بعض الأزمات ويروح فيها الكثير من الشهداء اللي لابد أن نذكرهم في هاي الأيام لما لهم من حق علينا جميعا، لهم حق في رقبتنا ولهم حق كل ما نشوف أمان ونشوف سكينة، لأنهم هم ضحوا بأنفسهم حتى نشعر بهذا الأمان. فهاي الأوضاع خلفت الكثير من الشهداء وخلفت الكثير من الأيتام، ولابد من التفاتة خاصة لهم خصوصا في هذا الشهر. حسنت بالضبط، ولابد من التفاتة تليق بهم من جانب، هم يعني عيال الله في بعض الروايات، ولابد من التفاتة تليق بنا نحن المنتمين لمدرسة آل محمد. بالتالي التكافل الاجتماعي، يعني هناك إشارات لطيفة كما فعلته مثلا المرجعية في مؤسسة العين لرعاية الأيتام. هذه الرعاية لم تكن رعاية تجعل اليتيم كائن اتكالي، لا، أصبح اليتيم كائن منتج في المجتمع. نعم. كائن يقود. جميل. كائن قائد. جميل. نقصه عوضه بإبداع. نعم. هذا ما نحتاجه في هذا الشهر. جميل جدا، ننتقل لنتابع الفقرات التالية من هذه الحلقة من برنامج تسبيح، وإن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا للالتفات أكثر إلى الأيتام. وهذه انتقالة سريعة للفقرة التالية مشاهدينا الأفاضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم
أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق الله العلي العظيم. أبو رقيش، قد حلو هذا الشعور لما تتسكر أمامك كل الأبواب وما يكون عندك غير باب واحد وهو رب العالمين تلجأ له، إلها لذة خاصة. يعني الكل تخلى عنك ورب العالمين ما زال معاك وما يتخلى عنك الكل يتخلى عنك ورب العالمين هو يقول لك أنا ناصر إلك، أنا وياك، بس ادعوني استجب لكم. يعني هي عفوا قاطعك، هي ليش هذا اللجوء لرب العالمين بالاخير؟ يعني من انا تنفذ من عندي كل الحلول، يلا خلي اروح لرب، ليش ما اروح من البدايه رب العالمين؟ هذا يعني الكلام. ليش مو من البدايه اتوكل على رب العالمين، اروح لمحمد وآل محمد وهم يسببوا لي اسباب النجاح الماديه والمعنويه؟ صحيح. هسه بالتالي مره الله غيور على عبده، يريد يخليك من حب الدنيا جيد، ويريد يخليك من الاتكال على غيره، الاتكاء والاعتماد على غيره، ويقول لك أنا موجود وأنا اللي أقضي لك حاجتك. مرة لا، مو هيك رب العالمين يشتغل بالأسباب والمسببات. يريدني أدعوه لكن أسعى، هو ينطيني الطبيب الجيد والعلاج الناجح غير المكلف بالنسبة للمرض، هو اللي يهيئ لي أسباب الزواج، أسباب الذرية، أسباب السيارة، العمل، سد الديون. بس بنفس الوقت يرافق العمل. هذا اللي تتكلم عنه صحيح، بس هذا إلى علاقة بالعوامل الغيبية. أنا برأيي يعني أنت من تتوسل بالله تبارك وتعالى أو من تطلب من المعصومين من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، أنت بالتالي تتعلق أمورك بأمور غيبية، تدعو رب العالمين إنه من عالم الغيب يمدك بالعون. لكن أنا خلي أتكلم بالأمور الواقعية. الآن البعض مر ببعض التجارب، وقع في أزمة، وقع في مشكلة، صارت عدة مثلا معضلة، ما لجأ إلى فلان اللي هو عزيز عليه، قريب منه، صديقة، صاحبة، يا فلان ترى أنا عندي هاي المشكلة، فشافه تخلى عنه، راح لعند الشخص الآخر اللي كان يثق فيه ويقول هذا لو تخلوا عني كل الناس هذا ما راح يتخلى عني، هذا راح يبقى معاي، هذا أكيد إذا لجأت له في وقت مثل هذا الوقت راح يلبيني. لكن تفاجأ أنه لما راح له ولجأ له أعرض عنه مثل ما أعرض الباقين عنه أيضا. وهذا يعني نمر به ونشوفه، هذا موجود مثل هيك لحظات، مثل هكذا لحظات. أكو شخص، مو شخص، أكو في عالم الوجود شيء والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتخلى عنك مهما حصل، حتى لو تخلى عنك جميع الناس. هذه الحالة هي حالة في الواقع تشعرك في داخلك بالطمأنينة، تشعرك في داخلك أنه أنا ترى مو لحالي، في شخص وراي، في سند. هاي الحالة إذا عاشها الإنسان هي هاي اللذة الحقيقية يعيشها لما يشوف الصاحب الحقيقي والأنيس الحقيقي والناصر الحقيقي. هذا اللي أتكلم عنه. أحسنت. هذا اللي أتكلم عنه، وهذا فعلا المطلوب، أن الإنسان يستشعر لذة
انتماء لله تبارك وتعالى. نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة وتم التسليم، من كان في كلام أنه اذكرني عند ربك، كما يعني ورد أنه قد عوقب ببقائه في السجن أكثر نتيجة لميله، ولا نقول القضية قضية خطأ من نبي نؤمن بعصمته، بل هو درس لنا بكل الأحوال. بالتالي نبي الله يوسف عندما كان في السجن قدم لنا صورة من أن يكون الإنسان مصلحا في سجنه. كيف؟ لأنه يستشعر وجود الله ويبث هذا الشعور. أما الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، الإمام كان دأبه أن يتفرغ للعبادة. سؤال، يعني هل الإمام موسى بن جعفر هو مثلا صوفي يريد أن ينعزل؟ بالعكس، بل هو يريد أن يقول لنا أنا إمامكم في الظاهر، في العلن، في الباطن، في السر، في السجن، بينكم، فيما سيتقدم هناك إمام سيكون غائب وأنتم تتبعونه فتستشعرون الوجود الإلهي من خلال بابه. صنع حكومة ظل، أسقط حكومة، ثبت منهج أهل البيت، أرسى دعائم معينة، ثبت المنهج الذي سيقوم عليه الإمام الرضا في تحقيق مبدأ الاثني عشرية بعد أن وقف قوم على 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 شهادة زيد الشهيد، وقوم آخر على على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. بالتالي أن يخلو العبد لله هو المطلوب. خلينا نشوف هذا المقطع ليحكي لنا قصة شخص أوكل أمره لله تبارك وتعالى، فأخذ الله تبارك وتعالى حقه ممن ظلمه، ومثل ما تفضلت ما خاب من تمسك بالله، تمسك بالله، وما خاب من تمسك بعترة رسول الله صلى الله عليه وآله. لابد للجوء إلى هذا الحصن المنيع وقت العسرة ووقت الحاجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا منهم في الدنيا والآخرة. سنت. نتابع المقطع مع بعض إن شاء الله ونرجع لكم مشاهدينا الأفاضل. ما حصلت من هالدنيا غير هالمنشأة، اشتريتها بتعب الأيام وسهر الليالي، وتالي هباقوها مني. المشكلة الأكبر إنه الحرام قبال عيني وما أقدر أسوي له شيء. يدعي قدام القاضي إنه أني بايع له المنشأة وماخذ فلوسها. ماكو واحد يوقف بوجهه يراوي أن الله حق. يكد أبو كلاش ويأكل أبو جزمة. حاولت هواي ويا القاضي بس الظاهر العينتين مشتري. هدى زوجتي كانت شايلة هموم الدنيا كلها فوق راسها، كسرت قلبي، حقها، قابل أنا شو مقدم لها بحياتها. بالجلسة الثانية من المحكمة قلت رب العالمين يا رب أنت وكيلي، كل شي عمرته كان راح مني دي بذيش اللحظة. سكت القاضي شوية وباوع لهذا الرجال اللي اسمه حسام وقال له أخذ أوراقك، وهاي الورقة اللي انطيتني إياها بأول جلسة نقعها وشرب ميها. شوف رب العالمين لما يريد يرجع الحق لأصحاب شي يسوي. راد يشتري القاضي بس ما قدر على المحامي اللي وكلته بقضيتي. رب العالمين ما ينسى المظلومين حاشا لله. سبحانك يا أعدل العادلين، سبحانك يا رب.
يا أعدل العادلين، الله تبارك وتعالى أعدل العادلين، يوم القيامة يشوف كل إنسان أعماله في كتاب، إذا عمل صالح يجد صالحا، وإذا عمل سيئا يجد سيئا. لذلك تشوف هنالك فريقين، ناس يأخذون كتابهم بيمينهم وناس يأخذون كتابهم بشمالهم حسب الأعمال اللي قدموها. ومحكمة العدل الإلهية ما تظلم أي أحد، كل واحد يحاسبه بالأعمال التي قدمها. وكأنه عندما ينظر الإنسان في صحيفة أعماله ينظر إلى الأعمال يتذكرها وكأنه فعلها الساعة يوم القيامة، وتعرض عليه الأعمال تماما ويحكم الله تعالى بعدله. أحسنت أبو علي. نقطة ثانية يعني أستقرأها من خلال هذا الكلام، الله عندما يقول أنا أعدل العادل، الآن ضمناً أو ما نقل فهماً عن يعني عن ما هو الله عز وجل، أي هناك باب لأن يكون البشر عادلين. جيد، هذا الباب يدعونا إلى أمرين. الأول أننا لا نفكر أن فلان كان عادلاً ونقارنه بالله تبارك وتعالى. الآخر أن هناك فرصة لأن أسير على السجية الإلهية وهي العدل. أنا أذكر كلمة، كنا مجموعة شباب كنا قد ذهبنا نسلم على السيد السيستاني حفظه الله سنة 2007، فأثناء السلام والكلام وكنا في رابطة شبابية في العراق، السيد السيستاني حفظه الله قال كلمة لطيفة جدا، قال أن يدافعوا عن الآخر كما يدافع عن أنفسهم. هذه العدالة الإنصافية في التعامل مع الآخر أياً كان هذا الآخر، أياً كان هذا الآخر. وأنا لا أريد أن أستشهد من باب مدح أو يعني بغير أنني أشير إلى عالم ينطق بفكر محمد وآل محمد. بالتالي العدالة، باب العدالة مفتوح للعادلين. لازم نكون عادلين. أحسنتوا. وبهاي الأوقات، أوقات السحر، نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحاسبنا بعدله، وأن يحاسبنا بلطفه يوم القيامة. لأنه إذا حاسبنا بعدله وشاف أخطائنا وذنوبنا ما أدري شنو راح يكون مصيرنا. إن شاء الله ما كل الخير. اللهم حاسبنا بلطفك يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام وما زال في دعاء البهاء، هذا الدعاء العظيم الذي هو سر من أسرار الله جل وعلا، وكما ورد في الروايات فيه اسم الله الأعظم، وهو دعاء سريع الاستجابة ويدعى به كما هو معروف في أسحار شهر رمضان المبارك. وصلنا إلى كلمة الإمام وإلى هذا المقطع الذي تحدث فيه الإمام الباقر عن الجلال، جلال الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن الصفات الجمالية والصفات الجلالية، وأعطينا فهرسة مختصرة عن هذه الأنواع من الصفات، يعني صفات الجمال وصفات الجلال. قالوا أن الجلال هو أدنى من الجمال، لأن الجمال هو مقام الجذب والتقريب، والجلال هو مقام الدفع والتبعيد. وهناك تفاصيل في هذه الأبحاث وهذه الأمور، لكن صفات الجمال والجلال أريد أن أقربها ولو بشكل مبسط، لأنها هي عمق هذا الدعاء، وقد وردت ولو بعبارات متعددة وبأشكال متنوعة، وأفرد الإمام بعض صفات الجلال للدعاء وبعض صفات الجمال كما سنتحدث إن شاء الله تعالى. الصفات الإلهية تسمى صفات جمال أو صفات ماذا؟ جلال. الجمال أعطينا أمثلة كالعلم، علم الله، قدرة الله، حياة الله سبحانه وتعالى. هذا الجمال، هذا الكون كله تعبير عن جمال الله جل وعلا في هذا المجال. فمن جهة نتحدث عن الرحمة، ولكن كم نحن ندرك من هذه الرحمة؟
كم نفهم من هذه الرحمة العظيمة؟ كم نفهم من الحياة، من العلم، من القدرة؟ كلها صفات ماذا؟ صفات جمال. نعم نفهم شيء ما قابل للإدراك، لكن لا نستطيع أن نفهم كل هذه الصفات، لأنه هناك صفات في الجمال أعلى رتبة. كلما علت الصفة بالنسبة للإنسان كلما صارت أصعب أن يفهم هذه الصفة، لأنه هو يصبح موجود أقل. لكن لنعطي مثال للجمال والجلال. عندما مثلا يذهب تلميذ إلى المدرسة على سبيل المثال، يتعلم الألف والباء، تعلم حرف ألف وباء، يأتي إلى والده والدته: أنا تعلمت اليوم حرف الألف والباء. يعني هو يرى أن الألف والباء بالنسبة له جمال، لأنه بالنسبة إلى مستواه قابل للفهم، يعني قابل أن يفهم ألف وباء. أما علم هذا الولد الصغير بالنسبة إلى أستاذه، يعني إلى غيره، غير قابل للإدراك، يعني هو لا يستطيع أن يدرك ما هو عند علم الأستاذ. حينئذ ستكون معلومات الأستاذ وعلمه جلالا بالنسبة إلى هذا التلميذ، وما امتلكه من صفات هي جمال. ماذا هي جمال له في هذا المجال؟ شخص يمتلك مثلا درهم أو درهمين أو عشرة، بالنسبة له هذا جمال. أما إذا قيس هذا الأمر إلى من مثلا يملك مليون من الدراهم، المليون بالنسبة إلى هذه الدراهم المعدودات هي عبارة عن جلال. فلذلك هذا المعنى بالجلال والجمال. لا نقصد بصفات الجلال والجمال أنه الله عز وجل في ذاته المقدسة عنده نوع اسمه جلال ونوع اسمه جمال، لا، بل قالوا لنا أن كل جمال فيه جلال وكل جلال فيه جمال، كما سنتوقف بعد قليل. هذا المعنى الذي نراه بقول الله تعالى في الآية الشريفة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يعني هو نفس الله عز وجل هو ذو الجلال وهو ذو الإكرام، ليس بمعنى أن هناك صفتين، صفة نسميها جلال وفي قسم آخر في صفة اسمها جلال، ليس بهذا المعنى على الإطلاق. ولذلك الله العلي الأعلى مثل الشمس يفيد النور على كل الموجودات، فلا نرى نحن في عالمنا غير نور الشمس، نقول نور ماذا؟ نور الشمس فقط في هذا المجال. هم عندي صفتين اسمها النور المتجلي من أحدها من هذه الشمس، فيه جلال وفيه ماذا؟ جمال، إنما هو نور ماذا؟ واحد، لكن يتنزل هذا النور إلى هذا العالم بمراتب ماذا؟ متفاوتة. هذه المراتب المتفاوتة، هذه الرتب المتفاوتة، نستطيع أن نسميها هذه الدرجات. أريد أن أختم ببعض تعريف لأسماء الجلال والجمال بهذه الفكرة. معنى الجليل، الجليل مأخوذ من الجلال وهو الكمال في الصفات والأفعال، ويقال السيد الجليل. الجليل يعني هو سيد القوم، جليلهم، عظيمهم. ويقال جل فلان في عيني، أي عظم، أجللته، عظمته. ونقول أيضا من الصفات الجلال الجبار، ومن صفات الجلال الجبار هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الجبار. هذه صفة عظيمة من صفات الجلال سنشير إليها بعد قليل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك، بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. ومن أسماء الجلال هو اسم الجبار كما أشرنا قبل الفاصل. الجبار القاهر الذي له الجبروت والعظمة. الجبار هو العالي الذي لا شيء فوقه على الإطلاق،
لأن الجبر جنس من العلو، فالله هو العالي المطلق الذي ليس فوق الله عز وجل أي شيء. قيل بأن اسم الجبار عندما ينسب إلى الله عز وجل نقول الله الجبار، في حق الله يفيد أنه لا تناله الأفكار كما يفسر بعض العلماء، لا تحيط به الأبصار ولا تصل إلى كنه معرفته العقول. قيل أن الجبار، وهذا جميل في التعبيرات قد نستفيده من كلام أهل البيت وكلام أمير المؤمنين، أن الجبار صيغة مبالغة للجابر، والجابر مأخوذ من الجبر، وهو في الأصل إصلاح الشيء مع القهر. فالله جبار سبحانه وتعالى بمعنى كثير الإصلاح للأشياء مع القهر. ولذلك قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: يا جابر كل كثير. هذا التعبير جميل جدا، ولكن لابد أن ننتبه إلى نقطة، أن الجبار في ذهننا في فهمنا صفة فيها شيء من الذم. عندما نقول لإنسان أنك جبار، أن عندك جبر بهذا المجال، كأننا نريد أن نذم هذا الإنسان. لكن عندما تنسب هذه الصفة إلى الله عز وجل فهي صفة مدح لله عز وجل. لماذا؟ لأن الجبار في غير الله سبحانه وتعالى هو الذي يقهر الآخرين على ما يريد من دون أن يكون له الحق في ذلك، بعكس الله عز وجل فهو الذي له الحق المطلق في قهر مخلوقاته بإرادته العادلة والحكيمة. بعد أن توسل الإمام وسأل الإمام الباقر الله بالبهاء ثم بالجمال ثم بالجلال، انتقل إلى صفة عظيمة من صفات الجلال، وهي العظمة الإلهية. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة، اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. عندما نتحدث عن العظمة نحن نتحدث عن الكبرياء، عن الفخامة، عن الجلالة الراجعة إلى كمال الصفات، كمال الصفات الإلهية. والعظمة راجعة إلى كمال الذات والصفات لله سبحانه وتعالى. فعندما نقول العظمة فهي من صفات الجلال. يعني بعد أن حدثنا عن الجمال وعن أسماء الجمال كلها، بعدين حدثنا عن أسماء الجلال، بدأ الآن باختيار بعض أسماء الجلال، فتحدث لنا واختار في دعائه هذه العظمة، عظمة الله عز وجل. لولا العظمة، وقد قلنا ونقلنا عن السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه، نقلنا عبارة مهمة، أن كل صفة جلال، كل صفة جلال لها صفة جمال. يعني لولا أن العظمة والقهر مختف فيهما اللطف والرحمة عندما صعق نبي الله موسى لما أفاق أصلا، ولكن الذي جعل موسى عليه السلام يرجع إلى هذه الحياة، يرجع إلى هذه الدنيا، هي الرحمة، هو اللطف الإلهي بموسى سلام الله تعالى عليه. فإذا كل صفة جمال تحتها جلال، وكل صفة جلال تحتها جمال. الآن نتحدث عن العظمة، فقلنا لولا ذلك لما فاق موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. ولولا أن تحت صفات الجلال صفات جمال لما تمكن السالك إلى الله سبحانه وتعالى من شهودهما، ولكن الرحمة الإلهية وسعت كل شيء. ففي كل عظمة رحمة، وفي كل رحمة عظمة، كما يفهم من دعاء سيد الموحدين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء. ففي كل عظمة وهناك رحمة وسعت كل شيء. فعظمة الله عظيمة، والعظيم من الأسماء الذاتية لأنها تدل على العلو والكبرياء. فالله عظيم ولا شبيه له في عظمته في كل مخلوقاته، وقد تواضع لعظمته العظماء، كل عظيم يتواضع لعظمة الله سبحانه وتعالى. وهي من الأسماء الصفاتية كما يعبر العرفاء باعتبار قهره
وسلطانه على ملوك الأشياء وملكوت الأشياء، فمفاتيح الغيب والشهادة بيده، فهو تعالى عظيم ذاتا، عظيم صفة، عظيم أفعالا، الله عظيم في كل شيء. لذلك بدأ الإمام هذه الفقرة بالعظمة التي سنتوقف عندها إن شاء الله في الحلقات المقبلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم بعض مقاطع هذا الدعاء الصعب، هذا الدعاء الدقيق، هذا الدعاء العظيم، الذي كلما اعتقدنا أننا فهمنا شيء من هذا الدعاء نلتفت أنه ما زالت المسألة عميقة وعميقة، وكيف لا تكون ذلك وهذا الدعاء قد صدر من باقر العترة من الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه. والحمد لله رب العالمين. في سورة فصلت من الآية 33 إلى الآية 36: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من هن المسلمين اللي شغلهم هيك؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، في فرق بين الشيء المنيح والشيء المش منيح، يعني الحسنة اللي الله عز وجل يعطي عليها 10 وبين السيئة اللي بيحسبها واحدة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شو ما صار، إجا الصبي فتح الباب وطرقه بشكل هيك مزعج، ما هذا ولد، تصرخ فيه؟ أنت مش صابر ولا ناوي تعلم حالك على الصبر. انكسر شغلي إلى آخره، الأمور الصغيرة للأمور الكبيرة كلها. ادفع بالتي هي أحسن، هذا اللي ما في بينك وبينهم عداوة، اللي في بينك وبينهم عداوة الشيطان بيستفزك أكثر، بصير في حاجة للصبر أكثر. القرآن بيقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعد: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني مطلوب شو؟ مطلوب أن نواجه الحسن بأحسن منها والسيئة بأحسن ما نستطيع أن نقدمه. يعني واحد بيجي بيعمل عمل ضدك مؤذي جدا، أنت بتفكر تتفنن ما هو أفضل هدية بدي أقدم له إياها. سيد طباطبائي بيقول ادفع بالتي هي أحسن، مش بالحسنى، بأحسن الحسن، بأحسن ما تقدر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك وأحللنا بحبوحة جنانك، واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب، واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والعجاب، وأزهق الباطل عن ضمائرنا، وأثبت الحق
في سرائرنا، فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة لصفو المنائح والمنن. إلهي إلهي، نتوجه إليك، اللهم أحملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك يا رب، وأوردنا حياض حبك، وأذقنا حلاوة ودك وقربك، واجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك، وأخلص نياتنا في معاملتك، فإنا بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت يا رب. إلهي، اجعلني من المصطفين الأخيار، وألحقني بالصالحين الأبرار السابقين إلى المكرمات، المسارعين إلى الخيرات، العاملين للباقيات الصالحات، الساعين إلى رفيع الدرجات. إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك عن ذكري إياك، على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك، وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك. ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا، وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك. إلهي، فألهمنا ذكرك في الخلاي والملاي والليل والنهار، والإعلان والإسرار، وفي السراء والضراء، وآنسنا بالذكر الخفي، واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإمام الكاظم سلام الله عليه سعى طوال عمره حتى ينقذ الضمائر النائمة والضمائر الميتة، لذلك تشوف في سيرته وحياته أنه أمضى معظم عمره في سجن هارون، لأنه كان عندما يهدي الناس ويرشدهم كان هذا الأمر يثير غضب هارون، فدائما ما يأخذ الإمام الكاظم عليه السلام يخليه بالسجن سنوات طويلة. ومن ضمن القضايا الملفتة في ما جرى على الإمام الكاظم عليه السلام في سجن هارون، يوم من الأيام أستاذ علي حياك الله، هارون أرسل إلى الإمام الكاظم عليه السلام جارية، راد يفضح الإمام، فكر حاله يعني مثلا بهذا العمل هو عم الذاكة، نحن بنقول أنه ذكاء من عنده أو شيء، حتى يفضح الإمام في السجن وينتشر هذا الخبر بين الناس، ويعني ينزل مقام الإمام ومقام الإمام الكاظم من عيون الناس. فأرسل له جارية حسناء، قال رح يلتهي بها بالسجن وأنا رح أستغل هذا الموقف وأفضحه بين الناس. بالفعل أرسلوا له جارية في غاية الحسن والجمال. الإمام الكاظم أول ما وصلت هاي الجارية
مع السجان، قال له لا حاجة لي بها، أخبر هارون بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنا ما أفرح بك يا داية. أخذ الجارية ورجعها إلى هارون، فاستشاط هارون غضبا مما جرى على اعتباره وكان يظن شيء ولم يتحقق. ما تحقق. قال له أول شيء مو بكيفك حبسناك، وثاني شيء مو بكيفك إنه تقبل وما تقبل هاي الهدية، هاي الهدية لازم تكون عندك بالسجن. قال له ارجع إليه أخبره بهذا الخبر وخلي الجارية وأنت امشي ما عليك. وبالفعل أخذ الجارية وصل الخبر للإمام وخلاها عند الإمام ومشى. الإمام سلام الله عليه اللي كان يستغل السجن للتفرغ للعبادة كان يطلبه من الله تبارك وتعالى. بالضبط. أمضى ساعات طويلة قائما قاعدا راكعا ساجدا في عبادة الله تبارك وتعالى طائعا. يقول هذا هارون حريص يريد يعرف شنو الخبر، شنو صاير، وين راح تودي هاي القصة، حتى يريد يعني هو يريد أصغر شغلة حتى يأخذ مأخذ على الإمام الكاظم سلام الله عليه. أرسل جواسيسه حتى يشوفون ايش صاير ما صاير شنو الأخبار. بعد ساعات راحوا وشافوا هاي الجارية ساجدة خلف الإمام الكاظم تصلي لربها. انصدموا انصعقوا من المنظر اللي شافوا، راحوا لعند هارون وخبروه بالخبر. أيضا الآخر استشاط غضبا مرة أخرى، جيبوا لي الجارية، راحوا للجارية جابوها ودوها لهارون. الجارية لما وصلت إلى هارون ترتجف من الخوف، بطش هارون كان معروف ما يرحم أحد. قال نحن أرسلناك حتى تغويه، حتى تقومين بخدمته، مثلا تكونين بخدمة الإمام الكاظم عليه السلام، فشنو اللي صار حتى أنت ما قلنا لك تروحي تعبدي وتصلي داخل السجن؟ قالت لهم مو بيدي، أنا لما أدخلتوني ظل الإمام الكاظم يصلي ومتوجه إلى الله تبارك وتعالى، يصلي يقوم يقعد يركع يسجد، بعدين أنا لما خلص صلاته وخلص تسبيحاته توجهت له قلت له ألك حاجة بي؟ ما محتاجني؟ قالها لا أنا ما محتاج أي شيء من عندك. ثم أشار الإمام لها وكأنه فتح لها نافذة من الجنة. تقول هذه الجارية فنظرت وإذا بجنة خضراء، شنو من نعم وشنو من أرزاق وشنو من وصايف وشنو من حور عين وشنو شنو 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 من أمور. تقول لما شفت هاي الأمور كلها والأباريق وهاي الأوصاف اللي يوصفها القرآن لنا بعض النعم الموجودة في الجنة، تقول لما شفت هاي النعم لم أتمالك نفسي فأغشي علي فما وجدت نفسي إلا ساجدة. هنا أنا هارون قالها لعلك نمتي ورأيت هذا في المنام، قالت له لا رأيت هذه النعم، لما رأيت هذه المناظر أغمي وأغشي علي، ولذلك لما أجيتوني وشفتوني ساجدة كان هذا حالي بعد ما رأيت من النعم. وهذا يدلنا على أنه اللي يشوف النعم الحقيقية لله تبارك وتعالى ويشوف ما أعده الله للمؤمنين والصابرين والمتقين، ترى هاي النعم الدنيا وهذا الطعام والشراب وهاي الجمال زائل. هو كله زائل ولا شيء غير أنه زائل. إذا تريد تقارن بهذيك النعم تجدها لا شيء أمام تلك النعم. هناك التفاتة أخرى يعني تلفت الناظر والسامع إلى هذه القصة وهذه الرواية، أئمة الهدى عليهم السلام لم يكونوا شعار للهداية، كانوا تطبيق عملي للهداية. يعني أنا اليوم من أقول أنا تائب، هذا قول قابل للتحقق أو لا؟ هل سيبقى مفهوم يتحول إلى مصداق؟ هذا بحث آخر. الإمام كان فعله منطبقا على قوله، يعني من يقول الله أكبر كان بكل جوارحه يقول الله أكبر، من يقوم يصلي كان بكل كيانه ووجوده النوراني يصلي، لذلك كلماته كحضوره هذا النور المحيط الهالة المحيطة بالإمام الكاظم هي اللي تجذبك، مثل ما جذبك الكلمة الطيبة للإنسان والعطر الطيب للإنسان والعطر الطيب لأي مكان. شاهد الكلام يا أخواني، خل الإنسان يفكر ألف مرة قبل أن يكون مستعملا من أهل الباطل، خلي دائما مستعمل من أهل الخير. يعني خلينا إحنا هسه إحنا وياكم كأخوة أخوات
مشاهدينا مشاهدي قناة كربلاء، خلينا نسعى نكون فعلا عمال لله تبارك وتعالى. وترى مو كبيرة، مو كبيرة على أنفسنا إنه إحنا نشعر نفسنا، ترى والله قيمة الإنسان العليا بخدمة الآخرين. أكو أحسن منها؟ لا، عمل الأنبياء هو لما أستاذ علي ولا وقاطعك، لما يستحضر الإنسان، أنا هذا للتوضيح، هذا كان يعني شبه توضيح لي لموقف الجارية. حلو. شو تكونين قابلة إنه تكونين مستعملة من طاغي؟ شوف، لما الإنسان ينظر إلى أن الدنيا هي سجن وأن الآخرة هي الرزق الحقيقي وهي المقر النهائي له، ستصغر هذه الموجودات وهذا الجمال الفاني في عينه. وقتنا انتهى. إذن مشاهدينا الكرام، لازلنا في بحبوحة الرغد بحب الله تبارك وتعالى. تسبيح، ملتقى آخر غد إن شاء الله، يوم غد إن شاء الله نلقاكم. وسفرة محمد وآل محمد بالمادة والمعنى ممدودة من قناتكم قناة كربلاء، في أمان الله. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف الشاي صار ولا هذا خبز والله وديك.